السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل في سلسلة الجيت كوندو ضربات الأكواع. طبعا زي ما حضراتكم عارفين في ضربة كوع لما بيكون مثلا حد جاي يسند عليك مثلا من ظهرك كده، في ضربة كوع العب، في ضربة كوع بتيجي للخلف كده، دي من ضربات الكوع الخلفي تمام. وفي ضربة كوع تانية خلفي بس بتبقى مايلة، اللي هي ازاي مثلا لو انت مثلا للأسفل كده وقمت طالع بالشكل ده كده، هي خلفية هي لعب للخلف بس بتكون جاية من تحت لفوق. احنا دلوقتي في ضربة الكوع اللي هي الخلف بس بالشكل كده مستقيم، يعني العب اهو تمام، اهو بالشكل ده كده تمام، يعني ضربة الكوع جاية عليك بالشكل ده كده بس هي ايه من الخلف، عشان كده بتكون مختلفة. لما بيجي حد مثلا من ظهرك وتقوم لافف عطيله بضربة كوع كده، الصد بتاعها يبقى احنا دلوقتي بناخد الديفنسات بتوعها تمام بالشكل ده كده. لو انت مثلا ماشي وجي مثلا واحد عايز يسند عليك من ظهرك كده، فدلوقتي جه يضربك ضربة كوع بالشكل ده كده، فانت هنا تتصرف ازاي؟ طبعا ضربات الكوع متشابهه في الديفنس بنسبه كبيره، يعني تقريبا بنسبه كبيره زي الديفنس الاول مثلا لما بتيجي تسد تبعد ضربة الكوع كده، وضربة الكوع الثانيه لما بتيجي تزقها بعيد عنك بتطلع الديفنس كده مره واحده اللي احنا خدناها الحلقه اللي فاتت اثناء ما بتكون بتالكم بتيجي وسط التقنيات. دي بقى ما بتجيش وسط التقنيات، دي بتيجي وسط اللي هي يعني زي ما بتتعرض لتثبيت، لما بتتعرض مثلا لحد مثلا يمسكك من ظهرك زي التخفيل كده، ما بتكونش انت باصص للخصم تمام. فدلوقتي اهو انا سندت على الخصم اهو بالشكل ده كده تمام، بتكون مايل كده بحيث ان انت لو الديفنس بتاعك العب لو فلت ما يجيش الضربه في وشك، يعني لو ايدك فلتت كده ما تجيش الضربه في وشك تاني. وطبعا هو لما بيجي يلفها بيعمل حركه وسطه كده عشان الضربه تيجي بقوه، ما ينفعش مثلا يعملها كده كده ما ينفعش، مش هتوصل ومش هتيجي صح، لا لازم حركه الوسط مره واحده تاني اهو اهو بالشكل ده كده بتميل، لان هنا ممكن انت تقوم نازل عامل حاجات تانية تقوم طالع ضارب ومكمل، بس كل ده مش شاغلنا دلوقتي، احنا اللي يهمنا الديفنس بس تمام. تاني اهو بالشكل ده كده اهو بتميل، لان هنا ممكن ايدك دي بقى تقوم نازل ضارب في الضلوع طالع عامل اي حاجه تمام. احنا دلوقتي بنتكلم في الديفنس، تعامل الزاويه دي دلوقتي اهو نفس الكلام، دلوقتي نخبط على الظهر كده اهو بتميل كده عشان الضربه ما تجيش فيك، عشان مثلا لو قلنا الديفنس فلت الضربه هتكمل على وشك بالشكل ده كده تمام اهو بالشكل ده كده اهو، يبقى بتسد بشكل كف الايد كده، ما بتسدش برده من العظمه، لا بتسد من هنا من الجزئيه اللي بعد العظمه سواء من عند التراي او من هنا، لكن ما يفضلش من عند العظمه عشان لو فلتت الضربه هتيجي فيك. مره اخيره اهو بالشكل ده اهو، حتى لو ايدك دي سبتها عملت الديفنس، المهم ان انت وانت عامل كده لو فضلت ماسك وصديت كده تمام، عشان مثلا ما تسيبش دي هيلف لك لفه كامله وهيهاجمك بالثانيه، مش شرط كوع. يعني دلوقتي حط ايدك هنا على الكتف ده تمام بالشكل ده كده، هو لو انا جيت هاجمت وحط ايده بالشكل ده كده ماسك كتفي مانعني ان انا اعمل الدوران كامل، لو هو شال ايده وانا لفيت كده وقمت راجع بالثانيه هكمل عليه تمام. فانت دلوقتي لو انت اللي في ظهر الخصم وساند كده بالشكل ده يفضل ان انت ما تشيلش ايدك عشان تفضل عامل احكام للزاويه تمام. تاني خليك انت لورا اهو، دلوقتي اهو صديت هنا ما اعرفش يلف لي كامل عشان انا ماسك هنا الكتف ده، لو سبته هيلف كده ويقوم مكمل بالدراع التاني تمام، يبقى دي ملحوظه ناخد بالنا منها. طبعا مش احنا طبعا اللي بنيجي من الناس من خلف ظهرهم وبنسند عليهم كده، لان مش احنا اللي بنثبتهم، لكن ده كمعرفه مثلا ان انت لو تعرضت لحاجه زي كده او الموقف اتعاكس مثلا وفجاه لقيت ضربه كوع بالشكل ده كده تبقى انت عامل ديفنس، لان ممكن انت مثلا واحد صاحبك مش بسبيل مثلا العراك او كده، واحد صاحبك مثلا انت عنده رده فعل كويسه فانت جاي تنده عليه فلان ففجاه طلعت بايده بالشكل ده كده غصب عنه، بس انت لازم تلحق نفسك حتى لو هو مش قصده وطلعت منه تلقائي تمام. ويا رب تكونوا استفدتوا بكده، انتهت حلقه النهارده، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، فعل الجرس ولايك وشير الفيديو، نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.